السؤال: هل الكلدان آشوريون وأنكروا كأنهم كذلك؟ ممكن تقرأ لي؟ هل الكلدان آشوريون وإذا كانوا كذلك فلماذا لا يعترفون بذلك؟ ولماذا التسمية القومية لنا بالعراق الحالي هي الكلدان السريان الآشوريون؟ نعم، السؤال مو الإمام عبد هو الحقيقة. باكر أنا بكرة المحاضرة حتناول هالجانب هذا الهام، رح نتحدث عن الدور التخريبي في تفتيت الأمة الآشورية اللي قاموا به المبشرين. حتى باختصار أجاوب على السؤال هذا، كل نسطوري، اسمحوا لي لاستعمال التعبير، كل نسطوري من أتباع كنيسة المشرق أصبح كاثوليكي حالا هناك بوية حمراء صبخ يصبخ ويطلع كلداني. هذه هي القاعدة اللي مشت. أي هذا واقع هذا. نعم، لأنه إحنا نشوف بروز الاسم هذا برز مع الاستعمار الحديث، وبالمحاضرة حنفصل على ضوء الوثائق التاريخية منين جتنا هالتسميات ومن كان المستفيد وكيف عملية الحملة لإفناء الشعب هذا مستمرة بدون توقف إلى يومنا هذا. الكلدان هم الحالينا اللي هم بسهول نينوى، اللي يريد الحقيقة ويريد يفتش عن الآشوري الحقيقي من الحق الادعاء بآشوريته هم كلدان سهول نينوى. اعتزازنا كبير بكل الأقاليم الأخرى الممتدة إلى أرمينيا، اعتزازنا بهم كبير بآشوريتهم، لكن من الحجر ينطق والحجر مكتوب عليه وثائق. من يقدر يصنع لي تاريخ من خيال أنه قال فلان وقال فلان؟ أحد العلماء سنة 1852 أصدر كتاب قيم جدا بعنوان نينوى وقصورها. الرجل يرسم لنا خارطة لنينوى الكبرى، مقياس نينوى حسب الخارطة اللي تعتمد على التنقيبات الأثرية على الآثار، تمتد من جنوب قرية بطناية. بطناية تبعد حوالي 20 إلى 25 كيلومتر شمال نينوى، أي في منتصف الطريق بين نينوى والقوش أو جبل القوش. 32 كيلومتر حسب الدراسات العلمية اللي قاموا بها الآثاريين علماء الآثار كان طول مدينة نينوى. عرضها بحدود 18 كيلومتر، أي كان يمتد من موصل على النهر دجلة إلى جبل ودير مرمتي من الشرق. هالعالم الجليل جاء رسم صورة خريطة كثير كثير قيمة لنينوى، حدود التاريخية. داخل الحدود أكو 28 مدينة. هالمدن هذه اللي ذاكرها هي المدن اليوم الموجودة في سهول نينوى واللي غالبيتها مسكونة بالكلدان. هالمدينة نينوى أخواني خواتي 6000 سنة قبل المسيح. احنا نتحدث عن الشعب وتاريخ منقور على الحجر، نتحدث عن شعب ترك ملايين الشواهد على وجوده على ذيك الارض. يجيني مزيف تاريخ يرقص على جروح الضحايا اللي قتلهم بدر خان، يساومهم بين رغيف الخبز
لو وصلت كساء وبين أن يذبح كاثوليكي عشرات الألوف، ما يعني بعضكم يعرف قتلهم بدر خابك، وعشرات الألوف انهزموا ونجحوا باللجوء للموصل سنة 1943 مذبحة بدر خابك. هذول اللي وصلوا إلى الموصل حرموا من لقمة العيش، من قرصة خبز. المساومة السير كاثوليكي ننطيك خبز، ننطيك ملابس، ما تصير هاي مشكلتك وتروح. فعودة هنا، هل نينوى الكبرى اليوم اللي بيها السهول نينوى وبيها كنيسة الكلدان، للمعلومات ماكو شيء اسمه كنيسة كلدان قبل 1844. أول ذكر بالتاريخ، أول فرمان يعني إرادة ملكية أو إرادة جمهورية، مرسوم جمهوري، الفرمان اللي كان يصدر من السلطان العثماني للبطاركة كان نافذ على ضوء يمارس البطريرك صلاحيته كبطريرك، إذا كان بطريرك أرمن، إذا كان أرثوذكس، إذا كان من جماعة الإغريق غيرهم، من حوالي 15 مذهب كان بالإمبراطورية العثمانية. في كنيسة المشرق وفي سهول نينوى إلى سنة 1844 كان كل ما ينتخب باتريارك يصدر إرادة ملكية أو فرمان من السلطان العثماني بالاعتراف بالباتريارك النسطوري، يعني معناه باتريارك كنيسة الشرق، يعني ماكو شيء اسمه كلدان إلى 1844. بعد مذابح بدر خانبيك صارت كنيسة الكلدان. من صارت الكنيسة، السفير الفرنسي تدخل، والسفير الفرنسي وفرنسا هي اللي كانت تحمي الدولة العثمانية من السقوط، روسيا كانت تسحق الدولة العثمانية، فقدر يحصل على أمر من اللي يسموه الباب العالي، يعني من السلطان وحكومته، أنه يعترف بالكنيسة والطائفة الكلدانية. هذا حصل وراء 1844. السؤال عن الكلدانيين وإلى آخره وسهول ونينا وغيرها، الإحصائيات الرسمية الموجودة أنه إلى سنة 1850 كان مجموع الكلدان الكاثوليك 20,000، 17,000 في الدولة العثمانية و 3,000 في أذربيجان إيران في أوربيا وسلامس خوي وذيك المناطق الأخرى. مع مجموعة 320,000 كانوا من أتباع القديس مار شمعون. مار شمعون اللي هو شاب حسب ما يذكرون المؤرخين والغربيين اللي زاروه، هو شاب وشيب، لأنه هو شاف بعينه هجوم بدر خانبيك على دز. دائما أنا أقولها يعني هاي عبارة، دز كانت يعني تعج بالقرى، كان نفوسها كل شوية. مار شمعون كان التجأ هو وبيته إلى دز بعد أن قام نور الله بيك زعيم عكرات حكاري بحرق البطركية وبيت مار شمعون، أجبر سنة 1841 إلى الهرب واللجوء إلى دز. فدز حمته، لكن بدر خانبيك في صيف 1843 أول ما هجم على دز وارتكب أول مذبحة بالتاريخ الحديث ضد قبيلة دز. من بين الضحايا كانوا أربعة من أخوة مار شمحون،
واحدة من خواتها أخذت أسيرة، يعني الشديد ما مريد، احنا مو محاضرة ان شاء الله، يعني اذا من يحضر مع عندكم بكرة راح نفصل كثير بتفصيل مأساة شعبنا من دخلوا الغرباء ومعهم أهداف لاستعمار سوريا والعراق، واستعانوا لهالغاية هذه بكل الوسائل، ومنها إيجاد قواعد كنسية محلية.